في حاجه يا استاذ حماده؟ في الباب يا ناس. خير؟ حاسس بحاجه؟ لا انا عايز اتكلم معاك شويه بس عشان ماما نورا ما تزعلش. ليه بس كده يا استاذ حماده؟ دي ماما نونا مش مخلياني محتاجه اي حاجه. انت طيبه قوي يا ربنا يخليك. وجميله قوي. ده بس من ذوق. امال جوزك الحمار ده طلعك ليه؟ هي ماما نونا قالت لحضرتك؟ ماما لما تدخل مكان تعرف كل حاجه وتيجي تقول لي. دي ست اميره ربنا يخليها لي. ما قلتيش برضه طلعك ليه؟ انا اللي خلعت. ليه؟ كل يوم كان بيرجع سكران زي المجنون وبينزل فيها ضرب بدون اي مناسبه. قلت اثر الشر والمشاكل كل واحد يروح لحاله. في رجاله وحشه كده؟ ما انت ما تستهليش كده ابدا ابدا. اتفضل يا دكتور. خليكي مرتاح، انا بس هبص على حماده. ربنا يخليك يا دكتور، طمني. وريني كده. ما يصحش كده يا استاذ حمادة، ما يصحش. استني بس يا بنتي، انا ما اقصدش، انا مريض محتاج رعاية وحنان. مين عندك؟ ده انا يا ماما نونا، بديله الدواء بتاع بالليل. الدكتور اسماعيل جاي عشان يشوف. ده احنا بقينا كويسين خالص. شوف الدم بيجري في وشك ازاي. أنا مش عايز قاعدة السرير، أنا عايزك تتحرك. والله أنا فاهم بدأت تتحرك يا دكتور، اسألها حتى. الحركة كويسة عشان يعني إحنا هنستمر على نفس العلاج، مش هنبطل غير دواء الظهر بس. بس هو متعب قوي يا دكتور، ما بيسمعش الكلام. يا أستاذ حماد، أنا مش عايز عنايات تزعل منك. أنا مش مصدق اللي بيحصل. اخوانا اللي بيحصل ده مساومه خطيره. قال يرجعوا لنا الكرنيهات في مقابل ان احنا نحط جزمه بقنا ونسكت. بس احنا بقى مش هنسكت. بقول لك ايه يا عم شريف، النبي تسيبني في حالي انا. انا امي لما عرفت انها اترفدت من الجامعه كانت هتروح فيها. احنا نخلص جامعتنا وبعد كده كل واحد يعمل اللي هو عايزه. انت خايف من ايه يا ابراهيم؟ وكالات الانباء العالميه لو جت صورتنا العالم كله هيسمعنا، ومحدش هيقدر يتعرض لنا. لا يا عم انا مش معاك. ده احنا جايين لك لغايه هنا يا ابراهيم عشان تقول لنا الكلام ده. احنا مش هنعمل حاجه غلط. كل اللي هنعمله اضراب عام. اعتصام. مظبوط. في الصين عمال السكه الحديد اضربوا يوم واحد عن الشغل، نفذ لهم كل طلباتهم. احنا ندخل مبنى دار ونحتله ومش هنطلع منه ابدا الا لما الدنيا كلها تسمعنا. يا عم انا هتكلم مين؟ انت فاكر نفسك فيلم اجنبي؟ سيبوني في حالي انا والنبي. انا مش عاوزك تعمل حاجه يا ابراهيم. كل اللي عاوزك تعمله تقول قصيده بلدي اياها اللي انت بتقولها دي. قصيده ايه؟ لا يا عم، القصيده دي كلها كلام يعني احنا بنقوله كده بينا وبين بعض. والنبي يا هبه لا تسمعها. اسمها لك ايه يا عم؟ انت عايز تودينا في داهيه ولا ايه؟ وفيها ايه؟ يا عم قول. قول بقى هيما قول. مصر بلدي محيراني. نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني. والوزير الاولاني اللي كان سمسار مباني النهارده لو تشوفه راح تقول ده حد تاني. الله 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 يا هيما الله. يا سلام. خش بقى على الغويطه. يا جدعان يا جدعان كده هتحبسونا. الله هتسجلوا لي كمان. يا عم قول يا عم، هو حد واخد باله من اي حاجه؟ قول يا هيما قول. يا حماده يلا يا حبيبي عشان دوا الساعه 8. اصحى يا حماده. صباح الخير يا ماما نونا. يا صباح الفل على عيونك، انت مسكت شفت الصبح كمان ولا ايه؟ لا بس انا قلت افطر استاذ حماده الاول وادي له الدواء بالمراوح. يا اختي كتر الف خيرك. استاذ حماده. ماما نونا استاذ حماده مش في الاوضه. مش في اوضته ازاي؟ يمكن في الحمام؟ ولا في الحمام. امال هيكون راح فين؟ ده خرج يا ماما نونا،
قلع الجلابيه بتاعته ورميها على السرير. يكون راح فين؟ استنى ما اشوف التليفون. يا رب يا رب هتجيب العواقب سليمه يا رب. حماده قومي يا حلو، قومي يا طعم، قومي يا جميله، قومي يا حماده. ايوه ايوه يا نونا. ايوه انا في البيت. لا انا سبت المستشفى بس ما وصلتش صحيكي. انا بقيت كويسه قوي قوي. لا ارجع المستشفى ايه؟ حسبتي بس المستشفى تعال. الناس بتسلم عليكي وبتبوسك اهو. طيب يا حماد الحمد لله. الف حمد لله على سلامتك يا حبيبي. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. حاضر. حاضر يا حمادة حاضر. مع السلامة. ماما نونا هو أستاذ حمادة مش هيكمل علاجه هنا في المستشفى؟ يا أختي مدام حس إن هو اتحسن خلاص دي قعدة المستشفى تجيب العيا. طول عمرنا أنا وحمادة لا نحب الدكاترة ولا نحب الدواء. والله هتوحشونا يا ماما نونا. يا أختي بقيت عليلنا. أنا اديتك العنوان 7 شارع عزو قصر عزو بالمعادي. ها هستناكي. ايه بقى يا حماده؟ هتفضل مجرس كده في البيت؟ مش هنخرج بقى؟ نخرج بقى خلاص. عصر الخروج ده انت. انا مجرش لك هنا على طول مدى الحياه. ايه ده يا ناس؟ انت بتحلوي كل 3 ثواني بنسبه 20. يعني شوفي بعد نص ساعه تبقى ايه؟ يا بواختك. ثانية واحدة، أيا من كان هطرقه وارجع لك، ثانية زي ما أنتِ. أيوه حلو كده ثانية. نعم الأستاذ حمادة عزو؟ أيوه اتفضل معانا. مين حضرتكم؟ أنا المقدم جمال وهدان من أمن الدولة. حضرتك متأكد إنكم عايزين أنا؟ حمادة عزو؟ ايوه يا فندم. طب اقدر اغير هدومي واجي معاكم؟ اتفضل يا فندم وانا في انتظارك. لا مؤاخذة غصب عني. لو سمحت يا سيادة المقدم أكيد في حاجة غلط، أنا ما عملتش أي حاجة. النقيب حسام عزو ابني معاكوا هنا في أمن الدولة. لو سمحت ما تتكلمش إلا لما يطلب منك. حاضر. حمادة عزو سيادة العقيد. العقيد؟ أستاذ حمادة أنا ما عنديش أي فكرة أنت هنا ليه؟ أرجوك تهدى شوية. والله يا سيادة العقيد أنا ما عملت أي حاجة. أنا لسه حتى متجوز جديد ودول جول. اتفضل يا سيادة العميد. عميد انت حمادة عزو؟ ايوه يا فندم. سيادتي اللي هو عايزك.